التحيات لكم، بنحييكم اليوم وكل يوم عبر مشاكل وحلول من تلفزيون لبنان. موضوع اليوم موضوع حياتي، البعض بيعتبره تابو ما بيحب يحكي فيه، ولكن مهم كثير وقت اللي منضوي على اي موضوع نجابه وما نخاف ابدا ونكون جريئين الى اقصى حد، بعيد عن الشائعات وقريبا جدا من الوقائع العلميه المثبته، ويلي رح يحكيها معنا ضيفنا اللي بنرحب فيه اللي اعرج، هو المدير التنفيذي لشبكه مينارا الشرق الاوسط وشمال افريقيا للحد من مخاطر استخدام المخدرات. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك، شكرا. يعني نحن دائما بنشتاق لك وبهمنا دائما من خلال كل المعلومات الموثقه نضوي على مواضيع بتهم شبابنا بتهم مجتمعنا، وهم كثير نقول كلنا بحالي ممكن نكون بحاجه لتوعيه لحتى نكون رفاق بتوعيه من يحتاج. سيدي، استخدام المخدرات شغله كلمه كبيره، والبعض بيعتبرها متاحه، حريه شخصيه، البعض يتجاوز وصولا للجرعه الزائده الاوفردوز. قديش مهم نقول اهميه استخدام المخدرات نقدر نضوي عليها لحتى ما نوصل الى الاوفردوز وغيرها؟ شوف، بالبداية لازم نأكد نحن أنه يعني نحن ضد أي استخدام غير طبي لأي نوع من المخدرات. يعني المخدر هو موجود، وهناك مخدرات تستخدم في العلاجات، فهون لازم يكون في وصف الطبيب، لازم نلتزم بالدوز المعينة، يعني بالكمية المحددة الطبيب بالأوقات اللي بحددها، وطبعا لازم ننهي الاستعمال بس يروح السبب. ولكن هناك استخدام غير طبي للمخدرات، وهناك مخدرات غير شرعية وغير مقننة تحديدا، يلي هي عم بتكون بالسوق وبمتناول الشباب والشابات، تهريب او انتاج محلي. يعني معلش خلينا نقولها، يعني اكيد في انتاج محلي، بس الفكرة هي انه الاستخدام يعني الغير صحيح الغير مربوط بأي نوع من الأمراض يعني، وبالتالي زيادة الاستخدام هذا الشيء المرفوض. هيدا ببين لأنه هناك حاجة مثل ما تفضلت للتوعية، توعية الأهل، توعية المجتمع، توعية الشباب والشابات. عدم الاستخفاف بصراحة مؤخرا صرنا عم نشوف ازدياد باستخدام سيجارة الحشيش، لأنه من فترة بلش ينحكى عن تشريع زراعة الحشيش، انفهمت غلط وكأنه زراعة الحشيش تشريع يعني حشيشة الكيف. ايه، حشيشة الكيف، ولكن كأنه تشريع زراعة الحشيش رح يشرع استخدام الحشيش. بس هي هلا يعني معتمدة بصالوناتنا وراء الكواليس. هي كل عمرها معتمدة ولكن غير قانونية. نعم، غير قانونية. ولنوضح شغلة، تشريع زراعة الحشيش اللي عم ينحكى فيه هو تشريع لاستخدام كنا بالهندي يعني. كنا بالهندي، ولكن رح يكون المادة اللي بقلبه معدلة فقط للاستخدام الطبي. رح يتاخذ من الدولة لا شركات الأدوية، يعني ما رح يكون في تشريع لليوم بلبنان لتدخين الحشيش وين ما كان أو بلبنان. طيب، بينا هالمواضيع اللي بنحكي فيها نحن على الهواء البعض بيستحي يحكي فيها. يعني هلا الرقم متاح، إذا حدا بحب يستفسر او يبعث لنا سؤال نحن نساله الاستاذ لي بحبوه شخصيا، يعني يطلع معنا لحتى يقول قديش امكانيه، نقول من خلال دوركم انتم من خلال مينارا وغير جمعيات قديش قادرين اذا تلاقيتوا اتصال تقدروا تساعدوا الناس. يعني اليوم اذا فلان اعلن عن استعداده انه انا مدمن، انا بحشش، انا بتعاطى مخدرات، كيف بدي اخلص حالي؟ انتم عندكم امكانيه تقدروا تساعدوه ولا نكتفي بالتوعيه بس؟ لا، نحن اصلا شغلنا مش توعي بس، يعني كمنارة نحن بنشتغل اقليميا، يعني بنشتغل ما عندنا خدمات مباشره، ولكن ندعم الجمعيات اللي عندهم خدمات مباشره. ولنكون واضحين، هناك يعني استراتيجيات بعالم المخدرات، وهناك استراتيجيه الحد من الطلبه اللي بتهتم بالعلاج والتاهيل واعاده الانخراط بالمجتمع، ونحن نعمل على استراتيجيه الحد من مخاطر استخدام المخدرات، وبالتالي خاصه مستخدمي المواد الافيونيه يلي اثبت العلم انه والدراسات انه فقط 30% بيقدروا يظهروا منها، في 70% رح يضلوا يستخدموا هذا. شو قصد بالافيونيه؟ يلي معروفه يعني بالعامه اللي هو الهيروين اكثر ماده تستخدم، فعمليا دخوله على جسم الانسان بشكل فعلا تبعيه جسديه وبخلي في صعوبه عند هالانسان انه يظهر منها. لهالسبب على مدى 40 سنة دراسات من سنة الستين لسنة الألفين تم دراسات خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية على مجموعة معينة من الأشخاص، يلي في منهم الناس انسجنوا 100 مرة وظهروا ورجعوا يستخدموا، فاتوا عملوا علاج وتأهيل ورجعوا يستخدموا،
او جرعه زائده ورجعوا يستخدموا، وفي منهم الناس توفوا بجرعه زائده للاسف. عاده ما بتموت، الهن بدي اعرفه، الجرعه الزائده بتموت عاده ولا لا؟ بيقدر يزمت منها اذا لحق. واليوم صار عندنا يعني خبر جيد جدا، يعني لازم نحن نطالب حكومات ان يستخدموه طبعا للجرعه الزائده اللي هو علاج النالوكسون. بس بدنا نشجعهم، يعني بيقولوا طالما في شيء ما بتشجع حدا على جرعه زائده، ما بتشجع حدا ليكون اذا ادمن على استخدام خاصه. شو ترجمه الجرعه الزائده؟ يعني بياخذ شيء دون اي حساب؟ الجسم بيعمل بشكل مرحلي، بيعمل حد احتمال بسموه، يعني ببلش بنكزه بيصير يزيد، بيقدر ياخذ يوصل لجرام او جرامين، جسمه بيتحمله ولكن جسم شخص اخر ما بيتحمله. الجرعه الزائده بتحصل خاصه لما شخص بيوقف استخدام المخدرات، اما تعالج او انه انحبس بالحبس عم ياخذوا مخدرات، او انه صار بمكان الحبس عم ياخذوا بكل سجون العالم، يعني مش شيء جديد على كل يعني معروفه. فعمليا بس يوقف استخدام المخدرات، اول ما يرجع يصح له اذا اخذ نفس الجرعه اللي كان ياخذها قبل ما يوقف، بيعمل جرعه زائده لانه حد الاحتمال بجسمه تدنى. فالجرعه الزائده هي عباره عن انه الانسان بيتعرض لكميه فائده من المخدرات، الجسم ما تحملها، فبخربط كل اجهزه الجسم وتحركها. غياب عن الوعي لا قبل الغياب عن الوعي بيصير في عنده رجفه، بيصير في اوجاع بالمفاصل، بيصير في تشنجات وتقلصات بالعضلات، بيفلتوا كل السوائل بجسم ما بقعد يقدر يتحكم فيهم، يعني البول، المناخير، كل هدول، وبيصير في غلط بضربات القلب وبالتنفس اللي بيقدر يؤدي الى وفاه. اليوم منظمة الصحة العالمية توصي بأنه هناك مادة أو دواء اسمه النالوكسون. النالوكسون متوفر مبدئيا اليوم بغرف الطوارئ بالمستشفيات، ولكن لما بيصير في جرعة زائدة ببلد فيه القانون يعني قمعي، الأشخاص اللي قاعدين حدوا لهالشاب ما رح ياخدوه على المستشفى، لأنه بس ياخدوه على المستشفى رح يتبلغ الدرك، رح يسألوا هني عن استخدامهم للمخدرات، وبالتالي يا اما بيتركوه بمكانه يا اما بيتركوه على باب المستشفى. طب نحن اليوم توصية منظمة الصحة العالمية هي انه النالوكسون يجب ان يكون متوفر بين ايدين هؤلاء الاشخاص. وين الصيدليات يعني بيشتروه ولا من وين؟ عم اقول لك اليوم نحن مع وزارة الصحة كمنارة اشتغلنا نالوكسون؟ نعم اسمه نالوكسون، يعني بيكون عم بيموت تعمل له ابره نالوكسون او بخاخ، في منه نوعين، بيوعى ويعني انقذت حياته لهذا الانسان. اليوم وزاره الصحه بكل جرأة ووزاره الداخليه في لبنان، هذه الاولى بالعالم العربي، اصدروا بيان وزاره الداخليه الى قوى الامن الداخلي ووزاره الصحه الى المستشفيات يمنع التبليغ عن حالات الجرعه الزائده للقوى الامنيه. معالي الوزيره ريا الحسن بلغت القوى الامنيه انه يمنعهم التدخل في حالات الجرعه الزائده. واحد اثنين، مع وزارة الصحة عم نشتغل على البروتوكول لإدخال النالوكسون وتوزيعه لدى الجمعيات ولدى الأشخاص مستخدمي المخدرات، وبالتالي بنكون عم بتساعد إنه تخفف من حالات الوفيات بالجرعة الزائدة. النالوكسون ما بيقدروا يجيبوه، يعني أنتم بتوزعوه، في حدا بيقدر يتصل فيكم إلكم؟ نحن معنا إياه، هو موجود اليوم، وزارة الصحة عم تعمل بروتوكول رح يجيبوا منه كمية ونعمل يعني بايلوتينج، مرحلة دراسية لأول سنة، ما بيتوزع على الجمعيات اللي رح يكون بمتناول الأشخاص مستخدمين. طب إذا يعني إذا مريض بوصل على المستشفى وهو بحالة الأوفردوز، نحن ما بنتلفي لقوى الأمن أبدا، يعني هذا ممنوع بالقانون بحسب تعميم وزير الصحة وبحسب تعميم. كيف بدنا نردع اللي عم بيتعاطوا؟ ما بتردعوا بأنك تفتح حالة مرضية، يعني إذا أنا بروح على المستشفى وعندي سكري ليش بدهم يبلغوا الدرك؟ حالة مرضية مزمنة، اليوم الإدمان هذا هو العلم. ما بنظره كمجرم يحاسب يحاكم يعاقب؟ ليه خي عاقب اللي عنده ضغط مثلي مثلا، عاقب اللي عنده قلب، ساعتها كل واحد عنده مرض مزمن روح عاقبه، يعني رجعنا لايام البرص. عمليا عم نحكي عن حاله مرضيه مزمنه، والحاله المرضيه المزمنه يجب احترام سريه المريض، ونحن كاشخاص مقدمي خدمات صحيه ملزمين بسر المهنه انه ما نبلغ حدا عن حالته، ان شاء الله اهله. عرفت؟ هل عندكم احصاءات نحن قديش شبابنا اليوم يلي هلا عم بيتابعونا وكتار منهم الاهالي عم بيتابعونا، عندنا فكره عن احصاء قديش عندنا شباب نحن بيتعاطوا المخدرات، وبوقت ثاني قديش عندنا شباب بيروحوا الى ابعد من تعاطي المخدرات؟ استاذ الاولى بدي اكد لك انه كل بلد القانون لازال يجرم مستخدم المخدرات ما عندنا فيه ولا اي احصائيه. هناك بعض التاشيرات يعني مؤشرات، خليني اقول يلي مثلا فيك نجيب من عند قوى الامن قديش عملوا ضبط حالات ضبط لاشخاص،
فيك تجيبه هون بدك تسألهم وهن بيعرفوا الشباب يعني بنحكي نحن وياهم بكم شو بحطه بوقفه برجع بيظهر بعد كم يوم برجع بكم شو يعني ما عم تكون في حل كان يفر السجن يعني. ما عم بيعطي حل. طب شو بدنا كل مفهوم اذا بدك عالميا اليوم اذا بتسال مكتب مكافحه المخدرات مكتب الامم المتحده لمكافحه المخدرات والجريمه بيقولوا لك ما سمي بالماضي الحرب على المخدرات لم تاتي بالنتيجه الفعاله وبالتالي خلصت الحرب على المخدرات لانه تبين ان حرب على الانسان مستخدم المخدرات ولا مره قدروا يتجرؤوا انه يكمشوا التجار الكبار. طب اليوم نحن بلبنان يعني بعده كل مجتمعنا خجول يتعاطى يقول انا عندي ابني او بنتي او حدا من العائله او خيي او اختي بيتعاطوا. لاحظ قبل البرنامج كثير ترد اتصالات بس ما في جرأة عند الناس يطلعوا يشكوا او يحكوا او يسموا الاشياء بأمورها لحتى انت من خلال تقدر تقدم المساعده كاختصاصي. قديش يعني بدك قد بدنا وقت نحن بعد بلبنان لحتى نكون واعيين او قادرين على نشر التوعيه انطلاقا كل انسان من موقعه من المهمه اللي هو فيه؟ انا بشكرك على هذا السؤال لانه كثير مهم. في شغلتين بيمنعوا هذا الشيء من الحصول، اولا مثل ما قلنا القوانين التي تجرم مستخدم المخدرات، وثانيا هو الوصم يلي بيمارسه الانسان على اخيه العار يعني الوصم يوصموه انه هذا الحشاش هذا العيل قاعد بالشارع يلي ما بجوزه بنتي يلي كل هالتفاصيل يلي بعتذر ولكن سخيف. اليوم نحن بلبنان وببعض الدول يعني تحديدا المغرب ولبنان بالمنطقه العربيه عندنا علاج البدائل. علاج البدائل هو من ضمن استراتيجيه الحد من مخاطر استخدام المخدرات يلي هو يعطى للانسان يلي مستخدم خاصه الافيونيات مثل ما قلنا كونه علاج بديل عن الهيروين. وهذا العلاج بيعطيه امكانيه انه هالانسان يصير منخرط بالمجتمع يرجع يشتغل يرجع يتجوز يرجع يدرس يرجع ينجح بحياته. هو عم ياخذ هالعلاج بدل ما يكون عم بيركض ورا التاجر وخايف من انه ما يقدر يطلع مصاري ويروح يعمل له شي ضرب يا اما ترويج يا اما سرقه من هون لحتى يطلع مصاري. عندنا اليوم العلم اعطانا بعض بعض الحلول يلي بتقدر تساهم بانه هدول الناس يكونوا منخرطين بالمجتمع ويكونوا قادرين بس ما يأذوا غيره يكونوا ما حدا بيأذي حدا. معلش ما هذه من ضمن الافكار النمطيه واللي بتوصم الاشخاص هؤلاء ولا هن. انا خيي صار لي 37 سنه بهذا المجال. 37 سنه باكد لك انه ولا مره تلاقيت بحدا من هؤلاء الشباب يعني عنده نزعه اجراميه او بده يقتل او بده يأذي او عرفت. بالعكس هؤلاء ناس عم بيعيشوا اغلب الاوقات شعور بالذنب انه انا اخطات مع العائله اخطات مع الاهل اخطات تجاه ربي الى منحرره منها على عقدي. طبعا اكيد يا اما بدك تقتنع معي انه هذا انسان وله الحق بالحياه بكرامه وله الحق بالحصول على الخدمات يا اما بدك تضل تفكر مثل ما بيقول المجتمع انه هذا يعني مجرم او هذا بيأذي او ما بعرف شو. ناخذ اتصال ونتابع. الو 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 نعم الو تفضلي. من جاي منين؟ نعم. أنا بحكي مع الشخص اللي عم يحكي على المباشر هلا. تفضلي أهلا وسهلا فيك تفضلي. بدنا نسأل عيلة صغير وقتين الشباب يلي 70 سنة لما 8 أشهر صار أوضة ما فيها شباك صغير بيشوفوا الأهل منه. هيدا الشباب هيدا اللي مش منطقي هيدا اللي عند الأهل خلوا لازم يتحرروا يعني. لا بيخلونا نحكي لا حتى اطلع لا عم يقطع عالم لا اطلع عم يقطع عالم بدي عايزه تليفون لست بعض القلب ابني هيك مخانقين بسبب الحدث مخانقين جاتينه بالسكين بوجهه خذونا للام بالليل مع بعض القلب عم يعملوا اعصاب للاهل اكثر من الشباب. نعم الشباب اهلاهم ونحن بنقتلهم عملوا معروف يا حبسوا مضبوط يا ما بقى الحبس شو اول احلى شباب الشباب احلى ما حدا عم يطلع العيون. انا بعرف شباب 70 سنه لما 7 اشهر ما حدا طالع العيون بس يوصل الشباب. اوكي شباب ما حدا عم يسال عن الشباب الموجودين بالسجن يعني هيدي ما بعرف اذا هي تدخل باطار صلاحيتكم انتم كمنارة ما يعني ما بتدخل باطار صلاحيتنا ولكن نحن نامل انه يجي نهار ونقدر نشتغل بالسجن مع الشباب. وهناك جمعيات تقوم بعمل جبار داخل السجن ولكن لم يسمح لها بانه تدخل يعني مفهوم استراتيجيه الحد من المخاطر كما وانه اذا احد الشباب يعني على علاج البدائل او لازم له علاج البدائل لليوم قانونا لا يسمح له بانه يكفي يتابع هذا العلاج بالسجن.
مع العلم انه مثل ما قلنا هناك بعض انواع المخدرات عم تدخل على السجن يلي هي سيئه جدا وهيدي بنحب نقولها. بتدخل تهريب طبعا. اكيد شو انا عم دخلها بس الفكره انه هناك بعض المخدرات بدل ما يكون عم ياخذ العلاج بشكل رسمي وما يرجع للمخدرات، نحن عم نمنع عنه هذا العلاج بالسجن وبالتالي عم نعرضه لانه يتعاطى مخدرات. طب اليوم من مخاطر استخدام المخدرات كمان بينحكى عن السيده بتكون هي طبعا هو الاساس. نعم هو الاساس، هو الاساس، يعني هي استراتيجيه انطلقت لما زاد عدد مستخدمي المخدرات عبر الحقن انه يصير يزيد عددهم عم يلقطوا الاتش اي في. نعم السيده. طب هو شو بده نعمل كمان؟ ما هو الاستراتيجية بتحكي عن 10 برامج، واحد منهم العلاج البدائل اللي حكينا عنه، الثاني هو النالوكسون، والثالث واللي هو أهم شيء اللي نحن بلشناه بلبنان من سنة 2002 هو توزيع الحقن النظيفة، يعني تأمين إبرة نظيفة للشخص حتى ما يعود يستخدم الإبرة من صاحبه أو يتشارك فيها مع صاحبه. طب ليش شو حق الإبرة لحتى يستخدمها من صاحبه؟ مخص في اللحظة، في الحاجة عند اللحظة، يعني إذا بتعرف بنفسية مستخدم المخدرات بده هلا الشغلة مش بكرة مش بعد شوي. سو مشان هيك لازم يكون بمتناوله كل هدول الامور اللي عم نحكي عنها، ومنها الابره النظيفه يلي كمان مره منظمه الصحه العالميه بتقول اذا نحن بدنا فعلا نحمي شبابنا وشاباتنا لازم نكون عم نامن لهم 3 ابر نظاف بالنهار. طب 3 ابر نظاف؟ ايه طبعا. بدها ميزانيه صح؟ بدها ميزانيه، يعني 3 ابر يعني ما عندنا احصاء رسمي للاسف اليوم بمنطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا التقديرات بتقول انه عم يتامن له 25 ابره بالسنه لمستخدم المخدرات، وهذا عدد كثير قليل عم بخلي مش بس السيده يزيد، عم بخلي يزيد كمان التهاب الكبد الوبائي. طيب اللي بدي اقوله يعني رجال الدين شو هو موقفهم يعني انطلاقا من هذه وجهه النظر اللي حضرتك انت عم تحكي عنها استاذ؟ شوف نحن ابتدينا شغل مع رجال الدين من اكثر من 5 سنوات. نعم. الاسبوع الماضي كان عندنا لقاء لرجال دين مسيحيين ومسلمين من كل المنطقه العربيه. والله هن اطلقوا مع بعضهم شيء سموه بوقتها اعلان بيروت يلي بيحكي عن حمايه هؤلاء الناس ومفهوم الرحمه يلي الله حطه بين ايدينا وكل عمليه التسامح والى ما هنالك. نعم. وانه نحن لازم كهن كرجال دين يعني يشتغلوا على عمليه التوعيه ويكونوا عم يثقفوا غير من رجال الدين لحتى ما يقصوا هؤلاء الناس من المجتمع. نعم. بالعكس يتعاملوا معهم برحمة وعملوا مع بعضهم مثل دليل للأئمة وللكهنة حتى هن سوا يعني يخبروا بعضهم وينطلقوا فيه للمجتمع. طب يعني هذا الواقع اللي نحن عم نحكي عنه في كثير شباب عم بيتابعونا هلا ويمكن بيقولوا نحن توصلنا لمرحله اقتنعنا انه ما بدنا نكفي بهذه الطريق، بدنا نبعد عن افه المخدرات حتى ناخذ من خبرتنا ونعطيها للشباب هم هلا عم بيتعاطوا، ممكن نتكل عليهم لحتى يقدروا يعطوا رساله مع خبره؟ طبعا طبعا اكيد، وهن اكثر ناس بينجحوا اكثر من اي يعني حدا حامل شهاده عليا او متخصص او خبير. نعم. ونحن اختبرناها هالقصة بلبنان مع مجموعة من الشباب اللي هن مثقفي أكران لما أنا كنت سابقا بجمعية العناية الصحية وبعدهم اليوم بيعملوها، بينزلوا بالشارع مع سيارة عيادة نقالة وبينزلوا الشباب بيتلاقوا مع آخرين بيحكوا معهم بيوجهون بيعطون تعليمات معلومات إذا بده يتعالج بيوجهوه على مركز علاج وبيتابعوه، وإذا بده بيجي على هالعيادة النقالة بيعمل فحص للالتهاب الكبد الوبائي سي وبي وللسيدا، وبنفس الوقت بيقدروا يحولون يعني بيأمنوا لهم طبعا الواقي الذكري بيأمنوا لهم حقن نظيفة بالشارع. طب كتير مهم يعني اللي انت عم تحكي عنه، ولكن يعني من خلال المواكبة والمتابعة الإعلام له دور، انتوا راضيين عن دور ومساهمة الإعلام؟ الحمد لله أنه اليوم الإعلام عم يطلب شراكة. نحن بصراحة يعني نحن نطلب الشراكة مع الإعلام لأنه الإعلام هو الواجهة الأساسية واللي بتقدر توصل على كل بيت وعلى كل إنسان. نعم. راضيين بقول لك لحد معين نعم راضيين لانه عم ينحكى عن الموضوع، في امور بالتفاصيل اكيد مش راضيين عنها لانه بالاعلام لازلنا نستخدم بعض التعابير يلي بتعطي وصم للشخص يلي بتحكم على الانسان يلي بتخليه يحس انه هو منبوذ من المجتمع بالوقت يلي انتم عندكم دور اساسي تجاه هؤلاء الناس لا اندماجهم بالمجتمع، يعني نحن مع الانكلوجن مش مع الاكسكلوجن، وخاصه انه اليوم صار عندنا مثل ما قلنا العلم اعطانا امور نقدر نستخدمها. هؤلاء الشباب يلي عم بقول لك نحن ابتدينا بلبنان من الوزاره يعني بال 2011 بلشوا يسمحوا بقصه العلاج البديل اللي هو السوبوتاكس البيبرينورفين، لليوم بقدر اقول لك انه من ال 2000 تقريبا شاب وصبيه اللي عم يتابعوا على هذا العلاج، في ناس انخرطوا بالمجتمع تجوزوا صار عندهم اولاد، في منهم عم يطلبوا يوقفوا هذا العلاج حتى يعني يوقفوا يقطعوا نهائيا، وطبعا في منهم اللي ما قادرين يقطعوا. نعم. على الاقل انخرطوا بالمجتمع وعم يكونوا. طيب. منتجين اليوم لجنه حقوق الانسان النيابيه اللي الوزير ميشيل موسى اجتمعوا
انت حضرت اجتماع معهم من شي شهر تقريبا. ايه وهلا كان عندهم اجتماع من كم يوم. قديش مهم نقول وقت اللي اللجنه النيابيه تناقش هذا الموضوع وبتحاول انه تسد بعض الثغرات الموجوده من اجل ان يكون عندنا القانون حامي لناس وللاسف ما بدنا نقول الا مريضين بيحتاجوا لمعالجه، خاصه لجنه حقوق الانسان. نعم. يعني انا كنت بتوقع تجي الدعوه من لجنه. نعم. الصحه، من لجنه الاداره العدل، عرفت. نعم. لجنه حقوق الانسان، يعني انا بقدر الصديق دكتور ميشيل موسى ساعه النائب انه اخذ مبادره كمان انه هو لجنته تدرس هذا. نعم. الموضوع، لانه الجمعيات في لبنان وبوقتها بدعوه من جمعيه سكون اشتغلنا مع بعضنا واقترحنا تعديلات على القانون الحالي. نعم. لا لا قانون المخدرات، واليوم صار موجود بمجلس النواب. شو نص التعديل اذا ممكن؟ يعني بدايه عدم تجريم. نحن بنتامل انه اليوم نروح الى عدم تجريم نهائي. هلا في بالحبس ناس يعني طبعا، بس لمجرد انه بيستخدم مخدرات. ليه ليه؟ عرفت يعني اذا القانون اللبناني بيعطيه حق طلب العلاج. نعم. مفروض القاضي يحوله على مركز. إذا هو طلب حتى إذا طلب من تلقاء نفسه تمنع عنه المحاكمة وتمنع عنه الملاحقة القانونية، ولكن إذا انكمش الشخص بحق له يطلب العلاج، والقاضي ساعتها لازم يحوله على لجنة مكافحة المخدرات. نعم. يلي رئيستها القاضي ريما أبو خليل، ويلي فيها ناس متعددين الاختصاصات من ضمنهم حتى الشرطة القضائية يعني. وهون الناس لازم مبدئيا يحولوه على مركز علاجي ويتابعوه. طب ليه اليوم في شباب بيطلعوا على السجن؟ ليه بده ينسجن أربعة أيام أو أكثر أوقات؟ لأنه يعني حرام كمان الشرطة بحباش ما عم بيلحقوا يعملوا تحقيقات معهم، وما عندهم محلات أوقات، فعم ينسجن بأي مغفر بينكمش فيه، وبينطروا لحتى يجي من حباش شخص يعمل معه التحقيق وينهي الملف. طب تشريعات جديدة يعني رح تخلصنا من هذه الأوضاع بإذن الله. يعني الفكرة هي أنه يعني الشخص يلي بده يكون عم بيتعامل معه يكون عنده باكجراوند صحي أكتر من أنه يكون بس مجرد شرطي، إلا ما هنالك بعض الأمور يلي بتساعد بانخراط هؤلاء مثل ما قلنا، وبتساعد أنه ما يكونوا عم بيروحوا على السجن، لأنه السجن ما بقى حل. طب أستاذ إلي، اليوم التشدد يعني بواقع المخدرات يعني بعيد عن أي شيء آخر هو خطأ أنه نتشدد لحتى نقدر نوعي؟ يعني شو يعني التشدد؟ يعني البعض بيقول أنه أنا بخاف، وقت اللي الأهل كمان بيخافوا وبكونوا متشددين أنه يبقى هذا الأمر وراء الكواليس. شو برأيك سبب البيت؟ الخوف بالمجتمع مش الجهل، عدم المعرفة؟ نعم. طب خلينا نعرف تنعرف انه شو نخاف من شو، قد ايه مستوى الخوف اللي بدنا نعمله. نعم. يعني انا مع اكيد انه نخاف انه اولادنا يتعرضوا، بس اولادنا راح يتعرضوا وين ما كان، عرفت؟ لهالسبب مع انه نسلح اولادنا بالمعرفة، نعطيهم المعلومة، نحن نعرف، ونفتح مجال لاولادنا للحوار نحن وياهم. طبعا، واذا تعرض الولد او البنت برا يجي يكون حاسس انه عنده ثقة بيقدر يخبر اهله بدون ما يتعرض لقصاص او يعني احكام معينه، لحتى يقدر يحكي بصراحه، لحتى نحن وياه نقدر يعني نساعده لانه ما يرجع يتعرض له او يرفضها مره ثانيه. هاي البدايات. طب الاصناف الجديده اللي عم تدخل على السوق، يعني قلت انه في منها صناعه محليه كمان تشدد يعني بعض اختار. طبعا هناك بعض الاصناف للاسف هي مواد سينتيتيك، مش مخدر طبيعي، وهذه بتاذي اكثر من غيرها، عم بتكون متوفره وباسعار. عم نحكي على الحبوب ولا غيرها؟ نحن في انواع معينه، في حبوب وفي غيرها، بس الفكره هي انه عدم المعرفه، برجع بقول، هو عم بخلي الناس انه خي بستسهلها، انه اذا انا مارق على حاجز وشاف معي حبه بقول له هاي دواء، يمكن ما ينتبه للشرط. نعم. اللي على الحاجز، عرفت، غير عن انه روح اخذ شيء ثاني. طب اليوم احنا من خلال الاجتماع اللي صار للجنه حقوق الانسان يعني شددوا على انه المخدرات منتشره بالمدارس والجامعات، يعني هناك خبر تقريبا تاكد من فتره. نعم. انه في بعض المدارس يعني في على ابوابها وفي بقلبها طلاب كانوا عم بيروجوا، يعني للاسف. ايه يعني الترويج هون كيف عم بيكون؟ بيعوا بقلب المدرسه، كان في كم شغله هنا مروج يعني المروج شو هي يعني؟ المروج بالقانون اللبناني يحاكم مثله مثل التاجر، يعني عرفت، بياخذ 3 سنين ل 7 و10. نعم. بس الفكره هي انه كيف نحن فينا نحمي مدارسنا من انه يدخل عليها المخدر؟ هل رح نوقف على الباب كل يوم ونفتشهم للشباب ونفتش بجيبهم وما بعرف وين؟ لا اكيد، بس انه عمليه التوعيه بالمدارس، عمليه التوعيه بالاماكن العباده، عمليه التوعيه بالانديه، يعني اماكن تواجد هالشباب الكشفي وغيره،
بالانديه الرياضيه اللي اليوم كل هول عم ياخذوا المواد اللي بتنشط وهدول، يعني هذا مش نوع من مخدر كمان، بس لانه منه ممنوع بالقانون عم ياخذوه عادي. طب بالقانون بالقانون ممنوع اجراء، يعني حقوق الانسان بتمنع اجراء اي فحوصات بغصب عنك؟ ما له لزوم، اكيد ما له لزوم. نعم، يعني لازم اكيد الشخص. اليوم في عندنا بلبنان شيء اسمه قانون المعرفه المستنيره. نعم. يعني اي طبيب باي نوع مرض انت بده الواحد يحصل عليه، لازم الطبيب يقول له انه انت رح نعمل لك هيك رح نعمل لك هيك، وياخذ موافقته قبل ما يعمله. ما بحق لي انا تنقول فايت اعمل عمليه مستشفى يعملوا لي فحص الاتش اي في للسيده بدون ما يقولوا لي مثلا، لازم يقولوا لي وانا وافق لهم. فهيدي مثلها مثل هيديك، يعني في قانون المعرفه المستنيره يلي بتعرض الطبيب او الفريق المعالج الى السجن اذا كانوا هن الى يعني القصاص. طب لا، في شباب عم يسمعونا واذا بدهم يعملوا فحوصات، يعني شركات تامين اسيرانس ما بتغطيها يمكن لحد هلا؟ لا لحد هلا مكلفه، يعني بيبقى خايف يقول فحص البول ماشي، يعني بتصور بين 3 و10 دولار اذا كان حسب كم ماده بدك تعمل له فحص بول. نعم، لاكتشاف اذا كان يتعرض لشيء سريع، يعني بالبول بتغطه بعلبه وفي بتفرجيك الستريبس بتفرجيك شو عم ياخذ اي ماده. اليوم انتم من خلال يعني مينارا، يعني هذه الحملات التوعويه ما بدنا نكتفي بين مقابله وثانيه اشهر لاشهر، شو هو برنامجكم لمرافقه الاعلام بتوعيه شباب بحاجه لحتى نكون نحن حدهم؟ اوكي، شوف برجع بقول لك نحن ما عندنا عمل مباشر مع الاشخاص، نحن عندنا عمل مباشر مع الجمعيات، والجمعيات هي اللي عم تقوم بهذه التوعيه. هناك عمل تقريبا يومي عم بيحصل، مثلا ساهمنا نحن دعمنا سكون وجمعيه العنايه الصحيه عملوا حمله بالنايت كلوبز نو يور رايتس، اعرف حقوقك، كانوا ينزلوا عن الاشخاص يلي ممكن عم ياخذوا حبوب او شغله، يوزعوا لهم مي، يوزعوا لهم هيك منشور صغير يقولوا انه انت اذا كان مشك الشرطي شو بحق لك تطلب شو ما بحق لك تطلب، انت انتبه اذا كان شربت كثير خذ تاكسي، هذه ارقام تاكسي، الى ما هنالك من امور بتعطيه حقوقه وبتعطيه كمان تيبس لحتى ما يتعرض لمخاطر اكثر. هناك ايضا حملات ثانيه عم بيقوموا فيها بعض الجمعيات بالمدارس بالجامعات، يعني عم نسمع غيرهم سيناكل دولا لوميير او غيرهم عم بيقوموا بحملات مع الطلاب. في مثلا منتور ارابي عم يشتغلوا على لايف سكيلز مع وزاره التربيه ومع بعض المدارس. القصه منا هادي كتوعيه، ولكن التوعيه فقط اني اجي اعطيك بدها تركيز، بس اني اجي اعطيك المعلومه وفل ما بتكفي. هناك ما لازم نكفيه، يعني مكمل لازم يكون لهذه التوعيه، وانه يكون في انشطه لصفيه، يكون في انديه، يكون في متاح من قبل البلديات مكتبه عامه، اماكن للهو للشباب ولهذا مجانيه، الى ما هنالك من انشطه تجذب الشباب وتملئ اوقات الفراغ عندهم. يعني أنا بدي أشكرك لهذه الإطلالة أستاذ ريا عرج، إن شاء الله دائما نحن وأنت بنلتقي لما في مصلحة شبابنا اللبناني والعربي اللي هلا عم بيتابعونا، لأنه بنعرف أنتم ناشطين مع كل البرلمانيين لحتى تقدروا تكونوا الأداة اللي من خلالها بتوعوا كل الناس. نعم، إن شاء الله بشهر نوفمبر كمان عندنا لقاء للبرلمانيين العرب. وين رح تكون؟ بلبنان بيروت. إن شاء الله خير، إن شاء الله نكون كمان نحن معكم. أنا بدي أشكرك أصدقائي، نحن رح نتابع معكم فاصل للإعلان ونعود. منتابع معكم برنامجنا أصدقائي مع بيان صادر عن المركز الإعلامي بأبرشية بيروت المارونية، بيقول نظرا للوضع العام في البلد اقتصاديا واجتماعيا، أصدر راعي أبرشية بيروت المارونية المطران بولس عبد الساتر توجيهاته لرؤساء مدارس الحكمة بمختلف فروعها بأن لا يكون القسط المدرسي في تلك المدارس عائقا أمام أي طالب راغب بالعلم، وعليه فإن أبواب مدارس الحكمة مفتوحة أمام جميع أبنائنا، وبتمنى كل المدارس يحذوا حذو المطران بولس عبد الساتر. وبالختام بنكون مع ريبورتاج أصدقائي اللي صار برعاية قائد الجيش العماد جوزيف عون، الدورة 28 للجمعية الأموية للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب بلبنان. مع ريبورتاج بننهي حلقة اليوم، تنلتقي معكم الله راد بكرة بحلقة جديدة، إلى اللقاء. بالفعل هذه الدورة 28 ينعقد 27 دورة برات لبنان، ولبنان كان ما كان يقدر يعمل هالدورة لضرورات أمنية ولضرورات مادية. السنة انعرضت الفكرة على قائد الجيش العماد جوزيف عون، رحب انه هو يكون الراعي الاحتفال ويقدم كل العتاد والعديد والخبرات لينجح المؤتمر، وهذا اللي صار. نحن اليوم لبناني بيفتخر بهالمؤتمر لسبب بسيط، أول شيء جمعنا 18، إجا 13 وفد وفود اعتذرت،
جمعنا مجموعه متقاعدي العرب مع الفيدرالية العالمية، صار في لقاء بين متقاعدي لبنان والمتقاعدين العرب، وبهالمؤتمر هذا رح تندرس الهدف المؤتمر بالذات كيف منطور أوضاع المتقاعدين العرب بكل الدول العربية بالتنسيق مع الفيدرالية الدولية للمتقاعدين. يعني بده يصير كل متقاعدين العالم متحدين بالمطالب وبعرض خدماتهم، لأنه بتعرف المتقاعد مش أنه طلع على التقاعد بطل ينفع خدم عسكريته، المتقاعد عنده خبراته، عنده أفاقه، عنده بعده بعمره بيقدر يعطي. عم نجرب بهالمؤتمر نوحد الخبرات تيجي كل متقاعد بدولته ببلده يقدر يقدم خبراته لدولته. لقاء لا شيء، ليش بمعنى بأي معنى لا شيء، انه يوصل لعمر معين خبرته بيعطيها وما ناطر يوصل لمقامات عالية، لانه ديجا وصل بس تيساعد بلده، وهذا هدفنا بالمطار، نساعد كل متقاعد بدولته ببلده يساعد بلده ونساعد بعضنا ونتبادل الخبرات مع كل متقاعدي العالم. I must say it's quite touching to be here today as I was a very young soldier for the United Nations 41 years ago in South Lebanon, and I even was wounded in an incident close to Tyre. So I must say that something in myself belong to Lebanon, and I really like to be here. أيها السادة، إن المحاربين القدماء هم صفوة صفوة المجتمع العربي، حرصوا وعملوا وتفانوا لرفعة وعزة الأمة العربية كل في موقعه ومجال عمله، ولم يدخروا جهدا في تعزيز القدرات العسكرية وتطويرها وأداء واجبهم دفاعا عن الأمن وسلامة الأمة وعزتها وكرامتها، وكذلك شهدائنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن والأمة. لقد فطن العالم لفكرة رعاية المحاربين القدماء وتأسيس منظمات معنية بهؤلاء المتقاعدين وأسر الشهداء والمصابين في أحقاب العرب العالمية الأولى، وترسخت الفكرة وأخذت في التطور بعد الحرب العالمية الثانية، وبدأت دولنا العربية في الاهتمام بذلك في أعقاب حرب 1948 وتولى إنشاء المنظمات في وطننا العربي. فأهلا وسهلا بكم في وطنكم الثاني لبنان. الحضور الكريم، نرى في لقائنا اليوم فرصة قيمة متعددة الجوانب، انطلاقا من كونه يضم وفودا تمثل قدامى المحاربين من أغلب الجيوش العربية. فقيادة الجيش اللبناني تبدي اهتماما بالغا بشؤون المتقاعدين والمحاربين القدامى، وتقدر تضحياتهم أشد تقدير بعدما أفنوا ظهرة شبابهم في خدمة الوطن، وتعدهم رصيدا واجلا من الخيرات العسكرية ورسلا للمؤسسة العسكرية في المجتمع. وينطبق هذا الكلام على رفاقنا القادمين من الجيوش العربية الشقيقة، فهم يحملون كذلك مبادئ الانتماء الوطني السامي وعقيدة الإخلاص الثابت لبلدانهم ومجتمعاتهم، وقد أمضوا سنوات طويلة من أعمارهم التزاما بإعلاء هذه الأسس وصونا لأهلهم وأوطانهم، فاكتسبوا بذلك شرفا رفيعا وخبرة عسكرية عريقة تشمل كل أنواع الوحدات العسكرية وتخصصاتها المختلفة. من هنا ينبغي لنا أن نستغل هذه المناسبة لإيجاد مساحة مشتركة نتبادل من خلالها الخبرات لما فيه خير بلداننا وشعوبنا. يضاف إلى ما سبق جانب بارز من نشاطات الاتحاد، وهو الجانب الإنساني الاجتماعي، إذ يخصص جزءا من إمكاناته للعناية بضحايا الحرب والالتفات إلى حالات اجتماعية متعددة في الدول العربية كافة، بحيث يساهم في التخفيف من المعاناة الاجتماعية والحياتية لعدد كبير من الأفراد والعائلات.
أهمية المؤتمر هو التعاون بين كل المتعاونين بالجيوش العربية. هيدي المتعاونين وخاصة مصابين الحرب والمعاقين هن ضمير الأمة العربية، انطلاقا من موقفنا بلبنان ونظرتنا للمتعاد وللمصابين الحرب. بقى الوقفة معهم هي وقفة ضمير، من هيك بصورة دائمة انه رح كون معهم وجودهم. وانا مبسوط اليوم انه لبنان ليكون ضمير الأمة العربية بمؤتمر مثل هالمؤتمر هيدا لانصاف المتقاعدين اللي عطيوا حياتهم زهرة حياتهم كلها بسبيل أمتهم، واللي عطيوا والمصابين اللي عطيوا كل شيء عندهم بسبيل رفعة وعزة لبنان والدول العربية بشكل عام. يوم جميل يعني الواحد، نحن أول اجتماع للدورة الاتحاد العربي في لبنان، يعني لبنان الأرض الطيبة، وتقابلنا مع أخوان ممتازين. عم الدورة افتتاح كان ممتاز بتاعت العماد عون رئيس الجيش اللبناني ورئيس أركان السيد العماد أمين. يعني دورة افتتاحت كان فكرة افتتاح جميل جدا، مستقبل جميل، كلمات جميلة، والاتحاد يعني بكل أنه كل العمية بالنسبة للناس فعلا تترابط وتكاتف في هذا الظرف الغاسي بالنسبة للسودان. بطبيعة الحال الاتحاد يقدم خدمات قليلة تجاه المحاربين القدامى، وأهم الأهداف النظر لأسرهم الكريمة خاصة أسر الشهداء. بطبيعة الحال كل دولة من الدول العربية المشاركة في هذا الاتحاد لها أهداف معينة ولها سياسة معينة في تقديم المعونة لهؤلاء المحاربين القدامى. بطبيعة الحال بالنسبة للسلطنة تنظر نظرة خصوصية قد تكون تختلف عن باقي الدول العربية المشاركة في تقديم كل ما يلزم للمحاربين القدامى وأسرهم. وجماعة من أعرق قادة الجيوش العربية في الوطن العربي كافة، والذين استبسلوا وضحوا في سبيل الدفاع عن بلدانهم وعن الأمة العربية المجيدة. ونشكر الحكومة اللبنانية وعلى رأسها العماد ميشال عون والسيد رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سعد الحريري وكافة الأخوة والسيد وزير الدفاع والسيد قائد الجيش اللبناني والسيد رئيس أركان الجيش اللبناني اللواء ركن أمين العرمي. والله هذا لقاء هو رد اعتبار للدماء والشهداء الذين ضحوا واستبسلوا بدمائهم من أجل حماية الوطن و حماية الوطن، ويجب على البلدان العربية إحقاق الحقوق وإعطائهم الحقوق الكاملة في الحقوق التقاعدية الذين يستحقونها قانونيا. أهمية أول شيء الترابط اللي بين الدول العربية كلها، التعاون بينهم من ناحية المتقاعدين والمحاربين القدامى وضحايا الحرب. أنت عارف الوضع اللي داير بالشرق الأوسط من مشاكل من حروب اللي كانت موجودة، ضحايا الحرب اللي موجودة، هذا كان متعبنا جدا يعني. وغير العسكري بعد ما يتقاعد محارب قدامه ناخذ من خبراته ونطبقها في الواقع، وحنا أساسا حفظ الأمن.